قوم ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس من مضانها غدا إلى جدك. القضية مو قضية فدك وراحة فدك وغصبوا فدك، لا، قضية أعظم من ذلك. ما هي؟ قال: دع تفاصيل، لا تسألني عن التفاصيل، ترى الأمر جلل. دع تفاصيل ما جرى في بياني، بعض ما كان نفثة المصدور، ما سمعنا من قبل بنت نبي أوذيت كالبتون، بعد الذي ماذا جرى عليها؟ قال: عصرت، الفرسان ينفرون من بين يديه. أبي الضيم الحسين عليه السلام جاء مغضبا وكان قلبه كصالية الغضا من العطش، فإذا رمق الفارس ولى وهرب، وما برز إليه أحد يجول في الميدان. فاطمة بأبي وأمي غاضبة وهي تنادي: أين أنت يا علي؟ يقول: جاءت كاللواء تطالب بأشبالها، وقال أحدهم: لا نراها تريد إلا علي، خلوا عن علي. جاءت وإذا بعلي منكس الرأس العمامة أمامه، انحنت عليه. أول نظرت إلى الرجل قالت: فلان، مالي ومالك؟ أتريد أن ترملني من زوجي وتيتم أولادي؟ والله لولا أنها سوء علي لشرت شعري. ثم انحنت على علي: يا علي، إن كنت في خير كنت معك.
وإن كنت في شر كنت معك كلهم يسمعون. مع العمامة على رأسك أنت لا مهر لا محتقر يا علي. وخلي واحد يقرب إليك. وضع العمامة على رأسه قبضت على يده وقف بأبي وأمي وكلهم في صف وابتعدوا عن أمير المؤمنين. وبعد أن خطبت وعرتهم قبضت على علي وإجت إلى الدار. شافها علي متغيرة الحال إيد على الأضلاع وإيد على العين المرطومة ومستندة إلى الجدار ما تقدر تصلب نفسها. وإذا بها تقول لعلي شوف حالي اشتملت شملة الجميل وقعد تحجرة الظنين نقبت قادمة الأجدى الفخار كريش الأعزل. بكى علي قال نهنهي عن وجدك يا ابنة الصف وأنا موصلني النبي وبقية النبوة فوالله ما وليت عن ديني وما أخطأت مقدوري. فإن كنت تريدين البلغ فحقك مضمون وكفيلك مأمون. أنا بعد ما كان سيفي ثم وقف وسيفه في يده قالها يا زهرة اليوم لازم تعذريني أول تالي يا بتولة تعرفيني ما ملت عن دربي ولا فارق الديني ومنك يا زهرة اليوم هاللفظة غريبة والله يا زهرة جالس للسيف وأقوم ما تسمعين على المنابر غير هاليوم باسم النبي المختار عندك شي صح معلوم. وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيبة. يوم شافت غضبان قالت لا يا علي هذه الوصية من النبي. صاحت رضيت صابرة على الصابية واسمع ذكر المصطفى صبح مسية وادعي بحياتي يا علي مطول لي بعد النبي واطلع من الدنيا كئيبة وما طالت لها بأبي وأمي. عانت ما عانت بقيت على فراشها تسهر الليل بالنياحة والأنين. 40 ليلة أو 72 ليلة أو 90 ليلة أو 100 ليلة قاستها على مختلف الروايات فاطمة بأبي وأمي. لا تقلب جنبا عن جنب إلى آخر حياتها. خلاص فاطمة بأبي وأمي يدخلون عليها النساء ما حالك يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت قالية لرجالكم اللي سووا مو قليل ترى عائفة لدنياكم. وما دخل أمير المؤمنين يوم من الأيام إلا فاطمة تؤول لأن من الباب فأن لأنتها وبكى لبكائها وجلس قام يمسح على رأس الزهراء ويبكي وينادي وفاطمة إيش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجي بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني دم الحسن بطلي الونين وداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين.
وكل ما سمع الوصايا قام ينحب ودموعه تسيل على خلود. لا يا بنت رسول الله ان شاء الله بتقومين وتربين اولادك. قالت لا يا علي اني مفارقه وقد رايت ابي وهو يقول العجل العجل يا فاطمه اما تشتاقين الينا. يا علي انا بموت لكن رايت الملائكه في عالم النوم صورت لي نعشي. لانها قالت لها اسماء انا نحيله. تقولي الاسماء انا نحيله وهذه النعوش اللي يحملون عليها اهل المدينه تجردني. يعني قالت يوم كنا بالحبشه شفتهم يحملون النساء على نعوش يجيبون جريد النخل يحنون الجريد ويبسطون عليه الرداء فتختفي ما ينزلها في قبرها الا اهلها ما يشوفونها الاجانب. قالت اعملي لي. جاءت بجريد النخل وشافت شلون تسوي اسمه هذا النعش. قالت سترتيني سترك الله. قالت يا علي سوي لي نعش مثل هذه النعوش. قام ضايق صدره وطلع الى المسجد ما رجع. واذا فاطمه مو في الفراش. الحمد لله الذي شافا بنت رسول الله. ما طلع واذا فاطمه جالسه مستنده الى الجدار وامامها جفنه. الجفنه فيها طحين عجين والثانيه الجفنه فيها طين. قال لها يا بنت رسول الله وقام عاد شوفي التادب. يا مخدومه نوع الانسان ويا بلقيس حجره التقديس والجلال ويا اسيه عالم التكميل والجمال. يا عروسا قليلة الجهاز يا زهراء المرضية يا بنت رسول الله يا أم الحسن المظلوم يا أم الحسن المسموم والدة الحسين المظلوم. ما رأيتك تعملين عملا من أعمال الدنيا في يوم واحد ولا أظنه إلا عن سبب. قالت يا صاحبة تاج سورة هل أتى ويا فارس ميدان عرصات لا فتى. يا سيف الله المسلول على أعداء يا أبا الحسن هذه آخر أيامي من الدنيا من أين لك هذا وقد انقطع عنا الوحي. قالت رقدت هنيه فرأيت أبي وهو يقول أما تشتاقين إلينا يا فاطمة. وهذا العجين أخبز لأولادي خبزا لأنك مشغول في غداة غد بغسلي والصلاة علي وتجهيزي. وهذا الطين أغسل رؤوس أولادي أخاف أن تبقى رؤوسهم مغبرة وبطونهم جائعة. اختنق بعبرته بأبي وأمي وقام إلى المسجد. فاطمة أنهت أعمالها بأبي وأمي وقالت يا أسماء هيئي لي مغتسلة. هيئت لها مغتسلة دخلت اغتسلت لبست أفخر ثيابها ثم اضطجعت على فراشها. ما جت أسماء وإذا الكفن عند راس فاطمة والحنوط عند راس فاطمة وكل شيء مجهز. قالت يا أسماء أدخل وأخلد إلى فراشي بعد ساعة نادي فإن أجدتك وإلا تدخلين علي تجديني ميتة. كلهم مستانسين. قامت من فراشها توصي علي وتخبر أسماء بموتها. أسماء تشاغلت فاطمة بأبي وأمي اضطجعت على فراشها وهي تنادي إلهي بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحبه إليه وبحق أمير المؤمنين علي واشتياقه إليه وبحق الحسن وحزنه علي وبحق الحسين وبكائه علي. إلا ما غفرت للعصاة من شيعتي ومن أمتي أبي. وقامت تدعو بأبي وأمي وبعد أن دعت وتلت آيات من القرآن وقرأت سورة
أسماء، أسألك عن أمي لا أسألك عن طعام. بكت واختنقت بعبرتها وصمتت، قالها ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب من اللئام. لا يا أسماء سافرت عنا وخلتنا أيتام، والشهيد يقول لا تفاول ترى ظهر انكسر. سالمة ويا ليت يا ابن أمي كلامك لا يكون، قول فال من السلامة وليت علتها تهون. قال له خويا من نحيل وبهرها ضرب المتون، وسال الله الظلع لم كسر من الزهر الجبر. وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحيل، والضلع منها مكسر والصدر دم يسيل. وظنت يا نور عين اليوم الليلة تشيل، وللأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر. قالت أسماء يا أولاد المرتضى وروح الرسول، والدها الغير مرارا لبئس ما جرعاها بنت من حليم.